قبل سنة نشرت مقطع حول الأنمي، فانهالت علي التعليقات السلبية وفيديوهات الانتقاد بطريقة عجيبة، لدرجة جعلتني أدرك أن الأنمي ليست مجرد رسوم متحركة فقط، بل هي انتماء وعقيدة لمتابعيه. فكل من يتكلم عن حقيقة الأنمي يهاجم بطريقة غريبة. هذا فقط إذا تكلمت عنه بشكل عام، فما بالك إذا تحدثت عن المسلسل الأكثر متابعة فيه، مسلسل ون بيس مثلا. فمسلسل ون بيس عمك وعمهم جميعا. هذا التعليق كنت أراه كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا أفهمه حتى إعداد هذه الحلقة. ما وراء كواليس الأنمي وون بيس. الاستهزاء بالله. في الحلقة الفائتة إذا تذكر قلنا أن كثرة تعرضك للمنكرات تجعلك ترى الكفر بعينك ولا تنكره حتى بقلبك بسبب التكرار، وهذا ما حدث مع متابعي الأنمي. أصبح من العادي لهم مشاهدة الكفريات كتعدد الآلهة، عادي وجود أفكار لتحول الإله إلى بشر، عادي تشبيه شخصية ما بالإله، عادي التوسل وعبادة غير الله، عادي وجود أفكار شركية صريحة. حتى المترجم كتب أستغفر الله. ناهيك عن الشخصيات الكثيرة التي ينسبون لها صفة الألوهية. وقبل أن تذهب الآن للتعليقات أو تعد مقطع تنتقد به، صدقني أعرف أنك ستقول الآن: ما هذا التخلف؟ تحرمون كل شيء، مجرد مسلسل كغيره من المسلسلات، به قصة وأحداث درامية، يعني ليس كل شيء نشاهده نصدقه، أنتم فقط تحبون تكبير الأمور. اسمع، والله إني أحب لك الخير. مجرد أن يصدر منك هذا التعليق أو شيء قريب منه، أنت تذهب إلى الهاوية دون أن تشعر. تأكد أنك وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الإيمان، وهو عدم الإنكار القلبي للمنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنت لا تستطيع حتى إنكاره في قلبك، بل وتدافع عنه. فحتى لو شاهدت هذه الشركيات دون أن تتأثر على حد قولك، أنت بذلك تعاونهم على الإثم وتقر به. يقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. أيها الحبيب، أنا أدرك أن عالم الأنمي عالم جذاب، والأفكار العبقرية به تكسر حدود المألوف في عالم المسلسلات، والتأثيرات البصرية والسمعية به لا يمكن لأي عمل حقيقي أن يجاريها. ولكن فكر إلى أين تأخذ. هذا الأخ كان من المدمنين للأنمي بشكل غير طبيعي، ثم فكر وتفكر فترك الأنمي، بل وأعد سلسلة كاملة عن تأثيرات الأنمي السلبية في حياتك، اذهب وشاهدها. كنت أنا ساعتها من متابعي الأنمي، وكنت في الوقت دوت ماشي كده يعني تباعا مع عدد من مسلسلات الأنمي كده، كل إيه كل تلات وكل أربع وكل خميس أتفرج. ولا تنسى، لا تجعل الأنمي يرهيك عن إيه، عن الصلوات المكتوبة وكل كفر من جوه. عبادة الشيطان. عبادة الشيطان في الأنمي بشكل عام وون بيس بشكل خاص أظهر بدون استحياء حتى. ويتشعبون في عرض أفعال الشيطان. فمثلا في المسلسل توسلوا إلى الشيطان فطلب منهم أن يرى الملابس الداخلية لفتاة كقربان، فالشيطان حاضر وبقوة في الأنمي بشكل عام وون بيس بشكل خاص. مثلا شخصية آروس كان ينظر لها باعتباره شيطانة، القرصان وقائد قراصنة كريغ جين يسمى الرجل الشيطان، ربما لا ألفظ الأسماء بشكل صحيح ولكن من يتابعون الأنمي يعرفونهم، لافيت المعروف بعمدة الشيطان أيضا، شارلوت أماندي المعروفة باسم سيدة الشيطان. ففي الأنمي يظهرون الشيطان على أنه غلبان، حتى أنهم يصورون بأن له جوانب خير ويساعد الناس في أحيان كثيرة، لدرجة أصبحت شخصية محبوبة لمتابعي الأنمي. ونسينا الحوار الذي دار بين الشيطان والله الواحد القهار. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الشيطان يقول: إلا عبادك منهم المخلصين. وطرق الشيطان في سحبك معه كثيرة، يكفي أن تتفكر في موضوع اليوم: الترويج للشذوذ. بنفس الطريقة يمررون لك تلك الأفكار، وهي التكرار من خلال دس العسل بالسم، وليس السم بالعسل، فهو كله سم. مثلا في ون بيس مشهد يظهر فيه لوفي وهو على حافة الموت، ولكن يتم شفاؤه بفضل متحول جنسي. وبعدها تجد أن لهذه الشخصية قدرة على تحويل الذكر إلى أنثى. لا، والعجيب أن ذلك الشخص بعد أن تحول يشكر ذلك المتحول ويقول له: فعلا عرفت من أنا حقا.
هذه الجملة التي يستخدمها مروجو الشذوذ وأنهم يعيشون في أجساد ليست أجسادهم ويرغبون في أن يتحولوا، لاحظ كيف يمررها الأنمي لعقول المتابعين. وشخصيات كثيرة تحمل تلك الأفكار المسمومة، مثل بون كلاي الذي يظهر وهو يضع أحمر شفاه وحمرة على وجهه، وتظهره القصة بأنه البطل الذي يضحي من أجل رفاقه، وغيرها الكثير من الانحرافات الأخرى كالعري والقمار والمراهنات وغيرها. طيب خذ نفس عميق وركز معي. لنفترض أن الأنمي جيد وأن كل ما قلته إلى الآن خطأ، وأنك لا تتأثر بكل تلك الأفكار، وأنك خارق حارق متفجر ضد الصدمات والمدخلات، وأننا نكره الخير لك. الأمر الوحيد الذي لا نستطيع افتراضه هو إدمانك، الوقت الذي تمضيه في مشاهدة الأنمي. صحيح، فمن يشاهدون الأنمي لا يشاهدون مجرد دقائق يوميا، بل يقضون ساعات طويلة يوميا في متابعته. فمثلا مسلسل ون بيس لوحده به 1060 حلقة لليوم ما زال في مرحلة الإنتاج. ابحث في الدراسات الكثيرة التي تبين أن متوسط مشاهدة الأنمي يوميا من ساعة إلى 3 ساعات يوميا، وقد تصل إلى 12 ساعة يوميا. فمثلا هذا شخص ينتقد فيديو عن الأنمي ويقول أنه غير مدمن، فقط يتابع 50 حلقة يوميا. قال لك انه احنا مدمنين، انا كل اللي بحضره باليوم 50 حلقه بس. حتى متابعي هذه القناه الاعزاء عندما نشرت استطلاع على حول هل تشاهد الانمي اكدوا الفكره التي طرحناها. كنت مدمنه لدرجه اشاهد موسم كامل في يوم واحد، واحيانا اكثر من 12 ساعه يوميا، ولكن الحمد لله هداني الله ولم اعد اتابعه اطلاقا. متابع اخرى تقول اتابعه رغما عني، يعني دلاله انها منجذبه له، والانمي بطبعه هكذا يجذبك له. نعم قليلا بمعدل ساعه يوميا ليس اكثر، كنوع من الترفيه لا اكثر، ولا اهتم بالاجندات الموجوده فيه، واعتبر هو أفضل بكثير من مشاهدة أشياء فاضحة مثل الأفلام والمسلسلات الأخرى في مجالات الترفيه. هذا التعليق بالتحديد خطير وسنجيب عليه في نهاية الحلقة. تعليق آخر، أنا أوتاكو أكثر من 3 أو 4 ساعات يوميا، ولكن في العطلة، أما في الحياة المدرسية فساعة كل يوم تقريبا. أيها الحبيب، أحب أن أذكرك أنك ستحاسب على كل ثانية في حياتك. يقول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، وذكر منها عن عمره فيما أفناه. يوم الحساب سيسألونك: لماذا لم تغلق الأنمي عندما عرضوا لك مشاهد لأكثر من إله؟ لماذا لم تغلق الأنمي عندما عرضوا لك الشيطان جيد؟ لماذا لم تغلق الأنمي عندما روجوا للشذوذ؟ لماذا لم تستغل وقتك بالعمل النافع والعبادة؟ لماذا كنت تسب المسلمين دفاعا عن الأنمي؟ لماذا عقيدة الولاء والبراء اختلت بوصلتها لديك؟ لماذا ولماذا؟ وصدقني إذا لم تغير من نفسك ستقف أمام هذه الأسئلة مخزيا حائرا خائفا. أعلم جيدا أن الابتلاء شديد وأن الترك صعب وأن المغريات كثيرة، ولكن ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. هذا تعليق أعجبني، تقول كاتبته: كنت أوتاكو مهووسة أنمي، ولكن بفضل الله ثم الفيديوهات اللي وعدتني على خطورتها مثل قناة خذ فكرة، وهي القناة التي تركت لكم السلسلة الخاصة بها، وقناة حضرتك تركتها لله منذ 2.5 سنين. الحمد لله.